بكم صديقتي أصدقائي، اليوم كاينه مفاجآت عديدة في قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة سوقية في العالم. تمكن النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي من كسر سيطرة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على صدارة قائمة القيم السوقية للاعبين التي دامت طويلا. ووفقا لموقع فوتبال بيتشمارك المتخصص في اقتصاديات كرة القدم، فإن هالاند تمكن من أن يصبح أغلى لاعب من حيث القيمة السوقية في العالم للمرة الأولى في مسيرته، بعدما ارتفعت قيمته إلى 194 مليون يورو، فيما تراجع مبابي للمركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 182 مليون يورو. واحتل نجم ريال مدريد الإسباني المركزين الثالث والرابع، حيث حل ثالثا البرازيلي فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو، يليه زميله الجديد الإنجليزي جود بيلينغهام بقيمة 152 مليون يورو. وفي المركز الخامس جاء النجم الألماني الشاب جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ بقيمة 149 مليون يورو، ويليه في المركز السادس النجم الإسباني الشاب جافي لاعب برشلونة بقيمة 140 مليون يورو. أما المركز السابع فأتى بوكايو ساكا جناح أرسنال، وثامنا فيل فودن نجم مانشستر سيتي، وتاسعا بيدري لاعب وسط برشلونة، وعاشرا النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي. وللتذكير أيضا فقد حل في المركز الخامس النجم الألماني الشاب جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ بقيمة 149 مليون يورو، يليه في المركز السادس النجم الإسباني الشاب جافي لاعب برشلونة ب 140 مليون أورو، وفي المركز السابع أتى بوكايو ساكا جناح أرسنال ب 138 مليون أورو، وفي الصف الثامن فيل فودن نجم مانشستر سيتي 131 مليون أورو، فيما حل في المركز التاسع بيدري لاعب وسط برشلونة ب 129 مليون أورو، وأخيرا وفي الصف العاشر النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي 118 مليون أورو.